قول لي الحاج عباس الدباع. دوز لي هذاك اللي مكلف بالحملة. هذاك غتسايل الحملة غنديربوه في شي حملة هذاك غزيد. ايه نعمس نعمس، هادشي فاش كتعجبوني. هذاك البورتري ديال الحملة خصك تبدلو، والحاج عباس الدباع خصك تكتبها كبيرة. دير الحاج عباس كبيرة والدباح ديرها صغيرة، راه كتخلع شوية. ايه نعم، البورتري دير فيه 3 متر طول وجوج متر ديال العرض، ودير منهم تقريبا 1% باش دورو مع التيران. الحملة كلها غادي تكون في التيران. لا لا صافي، كل شيء غير يكونوا مهنيين. قول لهذوك السكان يكونوا مهنيين ديالهم، غادي يطلعوا والله ما عرفت واش الكاتريام ولا غتهبط للسانكيام ولا، المهم راه عندها السد راه رابحه. صافي قول لها غير كون مهنيه، الحكام مشريين، الجمهور مشري، التيران مشري، كل شيء مشري. نعم ايه ايه نعم الاستقبال يكون مزيان، ما تبداوش تزاحموا مع الناس، ما خليوا الناس يتزاحموا معايا شويه. ايه لا لا ايه لا، هذيك الكلمه غادي نبدلها غير كون هاني مزيان. الفلوس ما تخموش، الفلوس موجوده، المهم الحمله تكون قويه. وانا غنتصل بكم من بعد. سلامه. هذه العيديه مسكينه جايك بالمن الوقت. العيديه مرحبا مرحبا بالعيدية، تفضلوا العيدية مرحبا. نهار كبير هذا العيدية، خليني نشوف فيك مزيان. العيدية واش انت اللي تغيرتي ولا انا اللي تغيرت؟ الزمان هو اللي كيتغير. ايوي الزمان الزمان، هات يا زمان يا دي العيدية تبارك الله عليك. شكون هي هاد الأخت؟ اختي. اختك؟ مي سي با بوسيبل. العيدية علاش؟ عندك بحال هاد الأخت وخزنة عليا؟ حصلتك النية العيدية، تبارك الله تبارك الله. اللي كيعجبني فيكم الفقر والجمال. غريبة القضية والله ما عرفتش، أنا والله ما عرفتكم واش كتاكلوا ولاش كديروا. حنا ولادنا كنعياو ندقوا في لي باب الفاني كادو كل مصيدة قلينا شي خارجة لي ملينا. مي 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 سي تفضلوا 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 جلسوا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اسمك يا الغزاله؟ انا ايه فتيحه. الله يفتح علينا وعليك. اش كتعملي في حياتك؟ انا جراو عليا من المدرسه. ما كاين باس ما كاين باس ما كاين باس، عندك ما تعملي في الدنيا، ماشي القرايه بوحدها هي اللي كتعاون. واش هي الهوايه اللي عندك؟ بغيت حتى انا نولي مطربه بحال اختي. وعلاش لا؟ اللي طفرات اختك غطفريه حتى انت. نو العيدية لا لا، العيدية اسمحي لي، كل وقت ووقته. انتوما جيتوا في واحد الوقت ديال التضحية، وقت ديال ضحي ادولا، جاو في وقت ديال البيزنس. اليوم الحركة ضحي ثم دابا ملي شفت اختك وشفت المستوى ديالها، انا اللي غنتكلف بها، انا اللي غادي نساعدها، انا اللي غنجيب ليها الموسيقيين اللي هنا وكتاب الكلمات هنا، والجوق غادي ندورو تما، وغادي نجلس انا ولا فتيحة الفوق وهي كتغني، ومن بعد غادي نصاوب ليها شي كاسيطة ونطلقها للاعلام، وها هي مطربة قد الدنيا ياك.
ما تعمرش الشوارج. لا لا اسمح لي العيدية لا ما بقى تعمار اليوم، هذه الحقيقة خاصك تكوني مقتنعة بها. ثم نصيفط عند صاحبي لهي على برا حتى هو غادي يعاود يصوب لها شي حويجات وها مليار ولا جوج غادي يولي في راس مالها. يا سلام العيدية، وقيلا غادي نفتحوا شي شامبانيا على عيون لالا فاتحة. بنتي. بنتك؟ بغيت نقول لو بقات بنتي أمال كره في هاد السن. دفع. كيفاش دفع؟ والله إلا فرحت. فرحت كثير العيدية لما جا عندي الغم قوي وقال لي باللي بنتك ماتت. فرحتي؟ معلوم الفرح. واش انت كنتي غتوغليها فيا؟ كتقول لي يا بنتي، وانت كتعرفي ما يمكنش نرضى انا تكون بنتك انت بنتي انا. وعلى ماكش غتكون انت؟ لا اسمح لي، ماشي قديش غادي نكون، قضيه الشكل انا ماشي هو انت. على كل حال ما كاين باس، ماتت انت ثاني ونفرضوا كاع كون بقات كاع عندك، اش غدير ليها؟ عندك باش تقريها؟ عندك باش تعيشها؟ عندك باش تصوبها؟ اذا تولدوا غير نتوما. اسمح لي، هذه قضيه شغلكم ماشي شغلي انا. المهم اللي كنفسر لك انا هو ان هذه القضيه كتهمك انت، الاولاد. ثم هذاك الغمقاوي كنت عارف بالكلب واحد تروا بريك يجيبها لك باش تعملوا بها الجنازه وتفرقوا شويه الصدقه، جابها لك؟ ما شفتو لا هو ولا تروا بريك ديالك سالوبار. هذيك هي فعيلو، ماشي هذه أول مرة عمل لي هذه الفعلة. عمل لي واحد العداد الفعايل كثير هذاك الكلب، كنت غادي ندخل يما للحبس. واحد النهار أنا خارج من المعمل ديالي في السيارة الفخمة، عند الباب كنلقى واحد جوج ديال البائسات لابسين شي جلال مدربلين شي صندلات خاشين فيهم صباعهم، وقفوا لي في الباب السيارة خلعوني. نزل السائق جرهم وما يتلاحوا لي على جيدو يبكيو. قلت لهم مالكم؟ قال لك سيدي اسمح لينا، حنا رايحين هاد الغمقاوي، انا راه ولد معايا سبعه وهادي ولد معاها تسعود. قلت لهم الغمقاوي ولد معاكم انتم الاولاد؟ شفت سعيد قلت له اش غندخلوا للحبس؟ على بو غاد الحبس اللي عايش فيه، اش غنزيدوا؟ الولاد ما قدينا عليهم حنا اللي هما حنا، عاد غتقدوا عليهم نتوما اللي هما نتوما. انا الحاج عباس الدباح رجل الاعمال والصناعه والفلاحه والتجاره والسياسه والرياضه، هلكوني الولاد. البارحة العيدية كنت فرحان، جاو كلهم من الخارج، كل واحد جاي ليا من دولة وانا فرحان، ولادي جايبين ليا الشواهد العليا. من اللي وصلوا للمطار لقيتهم شي مقلى الشعر هنا، شي هابط ليا غير داك التريكو درامبو، حشمت لقيت الشهادة ليا كلهم هي التقرقيب، كل شي بسالي، كل شي مدعدع. ملي جيت للدار وقلت للأم شفتي ولادك؟ عرفتي باش جاوبتني؟ قال لي باغي الولاد. قالت لي طيطوا. قلت لها ويلا ما طيطويتش؟ قالت لي غادي نطوي ماك بترشع. قلت لي انت بترشلي وهي تجمع معايا الصبلاق. بديت كنبكي، جاتني دابا البكية على داك الطن. كيت كيسحب لي الدراري غنهز عيني فيهم ولقاهم كيبكيو، ولا لقاهم كيشطحو كيقول لها برافو ماما برافو. داك الغداي ديال العيدية هزيت السيارة
مع جلول ومشيت كانت سارع اللي بوات فلاكوت من هاد البوات لهاد البوات مع الشربات الصباح خرجت لقيت السيارة ما كيناش دا ديباناج لا دا عزوز هو تصرا كبير هاد نقدر نتكلم عزوز إلى دويتي خلي ضربو يا علاش عندو ركيزة صايحة في الدار كيتش انا قادر ندوي عاد جا الباترون ديال الكباري وجاب السياره ديالو وحل الباب القدام وقال لي طلع السي الحاج وانا نجمع معايا ما بطرشه قلت له انا كنركب القدام انزل الكلب وحل الباب عاد نزل وحل لي الباب وطلعت بداك الغداء اذا انا غادي هو صيق وانا مع الكفصات توصلت للدار مصفي يالله تكيت العيدية وقلت شوية داني النعاس وانا نحس بواحد المكحلة محطوطة ليا انا في شطارة الودن مكحلة؟ شعلت الضو حليت عيني لقيت ولدي دودو لبس واحد شاكيطو سروال مزير وقال لي يا بابا تيبو جوتير قلت له اش بغيت يا ولدي قال لي 5 سنين وانا كنت سنك تموت باش نورت وما بغيتيش تموت انت غتموت قلت له غير حيد المكحلة راني غادي نموت غاب الخلعة هذا عملت مع اتفاقية 5 ملايين في كل شهر يبدأ ياخدها بين ما مت ما تقدوش مسكين تقول يا الولاد ولاد الحرام لا لا وحشة واش ولادك ولاد الحرام اسمح لي بعد هذاك دودو ما كيشبه لياش هذا هذا كيشبه جلول ما كيشبه لياش هذاك من صغره وعدو يا هذاك لا لا قلت عليك الله العيدية رجعتي بيا للذكريات واش كتصحابك العيدية انا غير كنت جالس ما لقيت ما ندير وكنت كنعيش معك العيدية راه كنت كنلقى معك الراحة راه كنت كنشم فيكم ريحة الارض راه باقي كنعقل العيدية ملي كتنوضي وكنبدا نركز وكتفكري العيدية ملي كنبدا ودادا ودادا هو وعيط الله تصيب الله وسألوا العيدية وفين ديك الايام العيدية بشعر اليوم شعرك هذه اختك العيدية ايديا شتاد النويف عند اختك غير النويف ديالك ياك ما باغي توغليها فيها العيدية لا غير عندك تقول لي حتى هي بنتي غير كنضحك معاك عندك ايوا البنت اللي كان عفرها ماتت العيدية نرجع للموضوع عرفتي على سديتك لا مبارك مسعود بعد سمعتك باللي تزوجتي بحمد ولد خليفة المقن الله يبارك فيك مبارك مسعود وكتعرفي باللي حمد من الأعداء الألداء ديالي من صغره وعامل المعارضة ضدي ومن اللي خرج من الحبس تحزم ليا في الجرائد جميع الأصناف ديال الخيانة كينسبها ليا انتهازي مجرم خطير كلشي جمع ليا بحال انا بوحدي اللي خايب غير انا بوحدي اللي خايب دابا اسمع العيدية كنت كنقلب بصراحه
مني غندوز ليه، ولكن الآن بعد سمعتو تزوج بيك كينا جوج ديال الشروط. الشرط الأول هو أنني مستعد باش نتبناه ونعمل له جريدة ومقر وسكنة وسيارة فخمة وانتي تعيشي في السعادة ويبعد مني. ما بعدش مني العيدية ما نكملش لك الشيء الاخر، لانه ما يمكنش واحد عدوي نخلي انا في طريقي. شنو باغي تقول؟ اللي كتسمعي العيدية تخيري دابا. واش دابا كتهددنا؟ اللي بغيتو، بغيتو تهددو ولا بغيتو تتمتعو تخيرو. اما باش يهدد لي انا الماضي ديالي والمستقبل ديالي السياسي ما سمحلوش. اسمح لي. ويلا تكلفت لك انا به. الا تكلفت يا العيدية قلت لك غير طلب ما تخممش. كونان يلا طلبي. هاد الدار. دار؟ نعم. مال غادي تسلفها لينا باش ندوز فيها الخطوبة ديال اختي. شكون اختك؟ هادي فتيحة. أنا. كيفاش أنا؟ أنا. أوي؟ أنا. كيفاش أنا؟ نو اسمح لي. ما نسمح ليكش تغصبوا هاد البنت في هاد السن. بقى ما شفت ما تشوفت. كي خصها تشوف اللي شافت اختها العيدية؟ اش شافت اختها العيدية؟ خلي داك الجمر راقد. الا كان راقد نعاودو نفيقوه. تبارك الله. هي قول لي باغي نتفوحو. كيفاش غنفوحو؟ باغي زعما تعرضوا على الناس هنا في هاد الدار. انا ماشي غنعطيك هاد الدار باش تعمل الخطوبه. انا هاد الدار غنديروا فيها الخطوبه وغادي نعطيك الفيلا فين دير العرس. غادي نمتعكم. غير المهم عندي انا هو احمد. بغيت القلام ديالو. احمد عنده قلم خطير. يعني انا وفلوس تالي بمقال واحد كيمحينا. امتى غديروا الخطوبة؟ هاد السبت. دوماج. ما غاديش تحضر الخطوبة ديالي؟ لا غادي نحضر. غادي نحضر. ولكن انا لا فتيحة غادي نجي معطل. لأن نهار السبت العيدية عندي حملة. عندي حملة انتخابية في دوار لا حونة. ومساكن ما عندهم لا ما لا طاحونة. وبطبيعة الحال معولين عليا انا. وانا موعدهم. ايه. باللي غادي نوجد لهم الماء والطاحونة. بحال ديما. وغادي يحتفظوا ليا هما بالارض. وملي نسالي راني غادي نجي في السيارة ديالي. وبحال القاعدة راه الشركة كانت كتعرف اختك. راه واخا عاشت معايا سنين. واخا راه كان مزوج بها المقاوي راه مالها. صافي. على كل حال هادشي ما نجبدوهش اي دابا. المهم راه ما عمرها بانت معايا. انا ما كنت افيشاش. حنا ما كنت افيشوش معاكم. المهم غادي نطلع في لاسانسور وغادي ندخل لعندكم. اذا ما نزلوا العشاء حتى تحضر. لا. اش شو الناس هادشي ديال العشاء العيدية انا خاطيني. مشات ليا مال العيدية اللي كنا كنضربوا الكرعين في 3 الصباح والحوت وديك البرميطة كتجي من الصماط. اليوم فين؟ اليوم راه راس مالي الملاير ولكن الريجيم صيك. جوج خصيصات خزوة الفيتة صغيرة. ماكلة ديال قنية. الطبيب لفتيهم الملاير مشاو. صافي. الله يستر. على كل حال المهم هو قول ايه
الخميس للجمعة السبت وبقى يومين. فاتحة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. سبحان الله العظيم كتفكرني في ولد العساس. ولد العساس ساكن عندي في البراكة مقلضم أكثر من ولادي. وفي هذا الصباح ملي كنت داخل في ذاك الليل لقيت واحد البويلة شعلة هو لتحت خلعني. قلت له اش كدير؟ بريباري. قلت له اش كتبريباري يا ولدي؟ قال ما في خباري انا. قال لي الدكتورة. او ولد العساس غادي يدير الدكتورة؟ يا مال يا ما بقى لي ما نقول. فاتحة عرفتي لاش وقفتك؟ كنشوف دابا العيدية ملي كانت قدك. نفس الشكل نفس اللبسة نفس النخوة. مازال كنعقل نهار تعرفت عليها فات السن فات السن تماما. ديتها معايا للفيرما وانا بواحد القندورة صفرة وهي بقندورة زرقاء وركبتها في ذاك السيارة ديالي ديال الخلا وحنا غاديين وسط الفيرما والليل والقمرة والفريخات مول حسن فوق منا كدير وتابعيننا الفريخات البيضين ومصفراوية ومسيسي البيضاوية وتابعيننا الفريخات والدجاج والحمير كيهرنطو والخيل توصلنا للبيسين. شو التليفون وقيلة؟ قول لي ملي وصلنا للبيسين. الله يستر. ملي وصلنا للبيسين حيت هو ما كيعرفش يعوم وهو يطيح تحت المسن ما بقاش طلع. جاب الله كلاس واحد الشرط طلعوا بحال الشومرير. الو نعم ايه ايه دوزو ليا. كيفاش؟ واه المعمل كله وقف؟ شكون؟ جماعة أحمد؟ والخليفة؟ موزعين لي اسم المراشين ودايرين لي المشاكل بالبالة؟ ما تحركوش أنا غنمشي دابا بنفسي. مزيان سي عباس. ما كاينش سي عباس. راجلك فات الحدود. الكتابة ديالو وصلت الآن ولا تهديد؟ صافي قلت لك أنا غنتكلف به. ما بغيتيش غتكلفي به. دابا الشرط الوحيد إلا بغيتي نتفاهمو هو تجيبو هو اللي عندي يتفاوض معايا. غادي تشوفو هنا. دابا متفقين. إوا راني السويرتات. طبعا هاد الحال دابا ماشي السويرتات، دابا تاخدي أكثر من السويرتات. عطيني غير السويرتات. لا تجيبو ليا لهنا. ها هما ها السوارت. اسمح لي العادي الله يخليك تكحز لي شويه. علاش؟ غادي نعطي السوارت للفاتحه. بحال لا انتم عييتوا ما تاخذوا. خليو الشباب حتى هما ياخذوا شويه. بارك العيديه فاتحه. اختك طلبت هذا البارتمان غير باش دير فيها الاحتفال، ولكن ملي وعدتني انها غادي تجي ليا السي احمد راجلها لهنا هاد البارتمان غادي تولي ملكك وفي اسمك وهالسوارت. ونهار اثنين غادي تجي عندي في السبعه باش نديك عند النوتير ديالي باش يكتب لك في اسمك نهائيا. ما تجيبيش معاك اختك، جيب وحدك. سير نعرض الله وعليك. واش ماما هذا وبا؟ هذا هو الحاجه بس دباه. وهذا بنتي عمره ما كنت كنتصوره يكون مجرم حتى لهالدرجه. علاش ما صرحتيليش بلي انا بنته وما تخليش يعاملني بهالطريقه؟ لا راهي الا مشى حتى عرفك بلي انت بنته يلقانا شي تهمه ودخلنا للحبس. حبس هادشي اللي كعرف يدير. اري بنتي ها الخطه الاولى نجحنا فيها، بقى لي الخطه الثانيه. بقى داك الحرام ديال الغمقاوي غادي نوريه. الو دار الغمقاوي هادي. يا
الماتيريال. الفراكة شربها وتراكة وبها تدور الحركة. الراس اللي ما يدور كوديا قالوا علولي. بحالا كنمشي برا ديال اتاي. اكشي دوغري الله. يا حال سيدين الناس ما ومال الناس ده كل كان من زمان بيخرب بيوت الناس. واتاش من يخرب بيوت الناس؟ من يخرج؟ واش حنا جايين نغنيو الضيوف ونشطوهم وهما اللي هاربين من الناس اللي كيحسدوهم وتقول لهم هما يخربوا بيوت الناس؟ بالحاج احنا جايين معروضين عند المطربه عايده اللي هي زوجة الشيخ بوحميد وغادي يعرض على الضيوف وحنا بالحاج راه كنصوروا معاهم طرف الخبز. كتصوروا معاهم انت وكنربحوا معاهم الفلوس. كتربحوهم انت الله يخليك. بحال هاد الاغاني ما بقيتش باغي نسمعهم وخاصه من اللي يكونوا هادوك الناس هنا. عندك عاودني منك يخربوا بيوتي الناس مزيان. وما تنساش بالحاج لا انا اللي كنتكلم معاك شكون انا وانا اللي كنعرف كنتكلم مع الغمقاوي حرفيا. انا من نهار اللي كنعرف كون الغمقاوي شكرا استاذ الغمقاوي. او انا طلعتي في الكراد وليتي استاذ مدير. شوف مدير عام شركه عايده ابو حميد للانتاج الفني. احقر علي يا اخو احقر. اشرطه الاغاني المغربيه والعربيه اشرطه الليكتو والفيديو بشكيطو وفليو. ومن الان فصاعدا غادي نخدم المغنيات اللي بغيت انت انا والمغني اللي بغيت انا هو العازف اللي بغيت. سبحان الله كلشي ديال النشاط والضحك والفرجه وقولوا العام زين امولاي. قولوا العام زين. عمرك ما سمعتي واقيلا؟ ما عمرني ما شديت لها الايقاع. ياه سمع حل العام زين. قولي معايا قولي هذا راه واقيلا. شي نهار زين من نهار اللي تبعت معكم هاد الحرفه النايحه وانا بتلي النور. المادره خلعتينا. والثمن المادره اش داروا لك؟ المادره كيتبردوا عندنا في الاداره والخساره. تسوق الى باغي تخرج على بلاصتك. هنا بلاصه وهذيك مالها ماشي بلاصه هادي. ويلي الغبقاوي واش نسيتي بلي انا واخد تقاعد وفي خبارك هاد الشيء؟ قول لي يا هاد الراجل عندك تيا باش من حق عاطينو الكريمه ديال الكار وانا بالحاج 30 عام ديال الايقاع دا كريمه ديال الحومه. حشاك بالحاج. واش انت دابا معايا ولا ضدي؟ انا ديما ضدك وغادي نبقى ضدك حتى تروح معايا الخط. بالحاج راه غادي تسمعك المطربه عايده وغادي تزل علينا. هذا الشيء اللي بغيت. شو بغيت تسمعني وتعرف شنو عندي؟ لا لا انا محلول. اجي هنا بالحاج. انا مظلوم. انا مقريبي. اجي هنا. انا فليبي. بالحاج انا ماني شي حق على تسمعني. سير اشوا اش فعليش كنسمع. شوف راه غادي تسمعنا وغادي تجري عنا كاملين. سمعتي جري علينا ولا ما جريش على ماشي شغلك. بالحاج وانا ما غاديش نخدم معاك من هنا حتى تعطيني لافانس. لافانس عطيني التسبيق دابا. توجور لافانس توجور لافانس. ما كنعرفش انا توجور. عطيني فلوسي. بالحاج تكملوا هاد القصيره وغادي ندور معاك. شوف اخويا راه الا مشات تكمل القصيره غادي تذكرني. عطيني فلوسي دابا. ايه دا القا انت قالو طني طنك. بلاتي بلاتي شوف هاك
شناياش؟ ايوا ولا كدير راسها بلا شي 100 وحده سدا عندك اعتبر هاد التسويق هادي التسويق بالحق تخدمتك معروفه جيها فيها 1000 فرانكات وجيها فيها 5000 فرانكات باش لها هاك بالحق هادي كتعتبر صدقه ليا زعما ياك كضحك غادي نعاود نستحنيت واش هادي انا كنرفضها بالحق انا ما كنرضاش ناخذ الصدقه رادب. انا كنبغي نخدم بعرق كتافي ونتخلص من داك الشيء اللي كنخدم على قد قياسي بالحق وهادي راها زايده فيك راه انت اللي محتاج الفلوس هادي خودها كمل على اللي عندك دابا قول لي واش بغيتي تفضح لي سر المهنه ولا كيفاش تاش من مهنه هادي ماشي مهنه هادي ومهنه السعي وكتقول لي مهنه مهنه بلا تخطيط بلا تشريح كتسمى مهنه انا على طول الله عليها مهنه ها بالحاج راه غادي تسمعني دابا غتجري علي واش اللي بغيت تسمعني عطيني تسع ولا غادي نزرك لك عينك دابا أبن الحاج كل شويه عندك العقل واش بالعقل فين خليتي لي شي عقل فين الحاج سير بحالك ويلي واش سمعي وراني محلول حتى دوي شويه واش تدوك لي فلوسي خليني أبن الحاج من بعد غادي نعرف راه غادي نقلبوا على الشرق راه غادي نقلبها كلها نقلبها سمعنا انا الحاج حشومه انا سكت هلا والو غنزيد الفلوس نخدم معك ما زيدنيش والله ندير معك شي لازم الشهيرة العالمية العربية المطربة عايدة بوحميد الهنكري وهي شي مهنكرنيت ايه قلتي بغيت نقول لك زعما من قبيلة مهنكري ايوه بالزبط تأبوه من اكبر شيوخ قبيلة المهنكري كان عنده بيار بيار ديال البيرة لا بتاع بترول فلما شافني هناك قال دي لازم تكون الليل عندي في البيت خدوني على البيت يا سلام رغم قوي اش كاين شت المطربه عايده التوريزات يا سيدي التوريزي ولا تدبر راسها المهم كانت ميزي ايه الروح الوطنيه مع هادو ما بقاتش يا سلام بيت ولا كل البيوت اتصور في جوه البيت في نافوره لما تعمل كاس هيك تسقيك خمر يا سلام اخا تقول لها هيك تعطيك الهليك بالحاج غريبه فلما رجعوا الشيوخ عشان نكمل السهره في البيت صار الشيخ ابو حميد يشوف فيا ويقول هي والله هي أيوه. الشيخه الهنكريه قلت له تقول لي انا شيخه أيوه. وانا مطربه قد الدنيا ايوه وخدني على جودة النوم وسكتني ب10,000 دولار ارضى ارضى واش سمعتي ولا لا سمعتي سكتها ب10,000 دولار سعدتها رغم قوي وي سير بكلي ما ولد هذيك الشدريريه انت انت غادي نعطيوك 40,000 دولار طبعا سكتي كيف ما اسكت طبعا وقال لي من الان حتبقي هنكريه وحتعيشي مع المهنكرين شايفين لما الحد يجي شايفين وانا ما شايف والو بالحاج يلا سمعوني نسمعوك شي حاجه كلاسيك لا صنباطي لا فريد شوقي هو صار يغني
انا بغيت نقول لك فريد الاطرش. لا انا مع الاغنيه الشعبيه، مع الاغنيه اللي حب جوزي. اسمها 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 ايش 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 هاي عندي ايش من حين انا هاي ايش 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 هذا حتى ايش بتلحنوها؟ الله يرجعك المطرب عيدة، ما تقلقيش شاد الملحن الكبير هذا الاستاذ العبقري اللي كيعتبر نفسه ملحين وما كاين شي واحد بحاله، اعطيه النشره الجويه لحنا الكدابه. وعلاش لا؟ فيها شي حاجه؟ لا غير نعجزت ما فيها والو. تماما سيدتي تماما. لا انا مع اغنيه اسمها اسمها افتكرت اسمها انا مسكينه. يا سلام على الذوق الرفيع. انا مسكينه الذوق العظيم. انا مسكينه وحاش. انا سمعت هناك انها اصبحت اغنيه الموسم عندكم. وكل المواسم وجميع المواسم ما حد زوجك وجماعته كيجيو لعندنا وحنا كنغنيو انا مسكينه. الله مساكين ومجاعيف بالحاج. المدام أمدام. الله 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 المدام. ما تشرفنا يا أخي بالمدام. ليلى فوسقي وبيدلعوني ويقولوا لي يا للا. الله الله هي جاية من الفسق. العفو يم هو في الاصل وقع خطا في الحاله المدنيه. لا انتم ملي كتلقاوها معوجه كتقولوا الحاله مدنيه. انا بالحاج هي الفستقي حذف التاء بقيت فسقي. اه احسن ده صار اسم فني. أيوة. اسم سكسي. الشيخة عايدة راها كتغني. الله سمعيني يا اختي سمعيني. شو غنوتي عندك مسخر علي هلا؟ اوف كورس بغني. امال انا هنا ليه؟ انا كوبي حبيبي. علي فازي فازي. راوية مع راسها راوية. علي علي سلم علي. الشيخة عايدة وكترقص. الله انت سمعي سمعي يلا وبتمثل كمان. الله الله فنانة شاملة. طيبة في القابلة بالحاج. يا ويحك يا وقح، كيف تجرؤ على مخاطبة إلينا أميرة الروم وحفيدة القيصر العظيم بهذه الوقاحة؟ يا حراس خذوه واجلدوهم 100 جلدة حتى يركع له آلهتنا
ويرتد عن ديني. الله يا سلام يا سلام. عرفت شنو هذا بالحاج؟ شنو هذا؟ راه مسلسل تاريخي. شنو هو مسلسل تاريخي؟ حد قلت لي مسلسل مخي. وبركه بركه. اي وتمتي راه تقادر صافي. بس بس تفضلي تفضلي يا اختي. هذا لالا مسلسل تاريخي كانت متلاته من اللي كانت لهيه فيها لالا 150 حلقه. شحال 150 حلقه بالحاج؟ صيفطونا منهم 30 و 120 قسموهم لنا على خمسة رمضانات. شتي هذا المسلسل هذا؟ ولا سانتا باربارا هذا؟ قول لي يا فسقي. ايوه انت سبق لك غنيتي في الخليج؟ اوف كورس سبق لي غنيت في الخليج ولندن وباريس ولبنان ومصر كمان. تعالي تعالي. اش كاين ابن الحاج؟ اش غادي نقول لك؟ أبلا في الحقيقه ما كتصعدوا غير في القصارات الليليه. ابن الحاج بالحق الهضره هي جايك. اوف واحد الحاجه وحده بغيت نفدها معك دابا الغمقاو. اش باغي تقول لي؟ غير كنت انا ايقاعيست غادي نخدم معك هنا. كنتي هذا جيبو مبرون بلاصي معايا راه ما يمكنش جوج يكونوا هنا. المجتمع الفار ما كيتلاقاوش غا انا ولا هو. ابن الحاج انت اللي غادي تبقى معايا. إيه؟ انت انا انت اللي غتبقى معايا. إيه؟ بلاتي شتي انت شتي انت غتمشي عند الحاجه وديبالي لي واحد القجره عندها تما. يلا سير. اما انت يا بنتي راكي مغروره شويه بالحاج كتقولي راسك فنانه. شتي انت بعدا كون لقاو فيك هادوك اللي قلتي انت يا سرسبوك وحوك كون لقاو فيك الخير ولقاو فيك شي شويه ديال الضوء كون شدوك عندهم. وبالحاج وما هادوك الناس اسمع الناس والله ما عندك البطاقه النقابه ديالهم حتى ينقبوك من هنا. صافي هذه هي اللي خرجك ضربتك على النفس. هاد مرات معلوم ضرب لي النفس. هذه عيانه هذه. هذه ماشي عيانه.
هتزعلوني هنجري عليكم. لا أحمد صديقي وصحفي كبير. الحاج سامي ومرحبا بك يا صحفي. تعالي نقرب لك. تعالي نوز حالك. عادي ملقوب سوبر صحفي. أهلا وسهلا. أهلا. كنقدم لك نفسي، أنا المطربة الوايدة النجمة الوايدة السوبر ستار ليلى فوسقي. علاش ما كتكتبش عليا؟ معظم الصحفيين كيكتبوا عليا وانت متس ما كتكتبش عليا. ما عرفتش علاش كتجهلني يا اخي. علاش ما كتجيش تقصر عندي في الدار؟ ويلي بسلامتك ساندي ديرني هاد البوغوس كله ماشي شي قصر. اقدم لك جوزي اللي مكلف بفلوسي. وانا فاقسني الاستاذ الغمقاوي. الغمقاوي تكلمت لي عليك الفنانه عايده سابقا. يا انا مدير عام شركه عايده ابو حميد للانتاج الفني. وراك غادي تعميني في عيني اشرطه الاغاني المغربيه والعربيه الليكتو والفيديو. بشكيطوف اليوم. وبما انك صحفي غادي نعينك مدير الاعلام ديالي. انت انا غادي نبدا نعطيك التعليمات اللي تكتب واللي ما تكتبش. ماشي من وانا تكتب عليه. روح هناك روح. تبارك الله الاستاذ حمد. اهلا اهلا اهلا. راني معجب جميع الكتابات ديالك انا كنقراها في الجرائد. نعم مهجوم معجب بك لواحد الدرجه ما كتصورش يعني ما كتصورش في العقل. جميع مقالاتك كلها التزامية. شكرا. كتحرك لي المشاعر وكتحرك لي الأفكار. بصراحة راني معجب بك والآن جات هذه الفرصة باش غنفرغ عليك كل الهموم اللي في قلبي. أنا الفنان ضايع ضايع في جميع الحقوق ضايع في كل شيء. بالحاج 30 عام ديال الإيقاع كل شيء على داري طلع وانا هبط للقاع. سمعتيني؟ ماشي بحال هاد الجوج هادو اللي دائما الصور ديالهم في الصفحات الفنيه كبيره في الصفحه الاولى. احنا فنانه. بالعكس انتوما قراصنة. بالحاج انتوما بالحرف بزناسة. بالحاج الله يهديك. أكبر بزناس هو أنت. أنا جميع المواهب كتبان بحال شي زهور ورود كاينو تيقتلنا في المهد. أنت حجرة عطرة بالنسبة للفن. بالحاج أنت شي شوية ما كاينش لا شوية ما شوية ولا بزاف. هادشي اللي في قلبي أنا كنحطو وكنسمعو السي أحمد. شتي أنت أنت عندك بارت مخزنة على هاد المرأة. أنا أنت كيكتب أنت غاسك تنتيا سمعتي وكتجيب دوك المرتزقة ديك جميع ديال المرتزقة ديال الصحفيين اللي كيتشراو بالفلوس. أنا أيه أنت والصحافة النزيهة والصحفيين النزهاء مبرين منهم. الصحفي النزيه القلم ديالو ما كيتباعش وما كيتشراش بجواوات وسمعوا ونقيبها ودنك. سمعت يا سي أحمد أنا كنقول لك الواقع اللي كاين يا سي أحمد. كون مطمئن السي بالحاج باللي غادي نعمل تغطيه لهذا الموضوع هذا غير تهنا. اعملوا التعريه عريو احنا خمجنا تحت الغطاء ما بقاتش خاصها تغطى كلشي عريو فضحوا واش كاين. متفق معك وحتى انا دابا راني كنعمل واحد البحث اللي غادي نتناول فيه وضعيه الفنان ما بين المحنه والالحان. وكون على يقين غادي نتناولك في هذا البحث هذا. شنو غير المحنه نعطيك 30 عاد راه مكركره. ايه استاذ احمد ايه دا حنا جايين نعيط. ايه بالحال ليه قلبتوها الريحان وغام؟ يلا انتوا حتزعلوني حتري عليكم. لا 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 الله يعمي عليكم غنيو الي ايوا الفنانه عايده.
طولتي الغياب في هذا السفر هذا. حقيقة أنا طولت لكن رجعت الوطني وأنا فائدة. رجعت وأنا معايا دولار وعاوز أعمل استثمار وعيش ده الحمار. أرغب قوي أش كاين؟ مطربة عايدة قلت لك أنت حمار. راه سمعتها راه تقول لي حمار وما تخليش اللي يقولها لي. وقابل عليها هذيك ما كاينش. شنو؟ بالحاج هو في الحقيقة الشيخ عايدة بو حميد المكانة ديالها هنا ولكن الفن مالوش وطن. شنو شنو؟ الفن مالوش وطن. هي حتعمل ايه تاني؟ مالوش وطن. تعت لي ضربكم بجوج لجدرة لودن. بالحاج جلسي قلتي راكي عسرية وراكي عسرية. هو في الحقيقة السي بالحاج كل شي عسري. اش اللي باغي تقول السي حمد؟ لا 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 اللي كنقصد انا باللي كل شي موجود في بلادنا تماما وصل. فقط الا عرفنا كيفاش نشجعوا المواهب اللي تستحق تشجيع راه من هنا يمكن لهم ينطلقوا. نعم معلوم بحال هاد جوج فين غادي ينطلقوا فين؟ بحال هاد جوج راه خصهم يطرقوا هذا. بالحال شحال الكلام اللي كتقول السي احمد؟ نعم راه 30 عام وانا كنسمع وكنقرا في الجرائد وفي الاستجوابات ولكن راه كتبقى دائما الحاله ديال الفنان هي الحاله وما عمرها ما غادي تتغير وما عمرها تتغير. معلوم يا اخي بالحاج تبقى الحاله هي الحاله ما دام ما موجودش في بلادنا معاهد تماما استاذ ومسارح. نعم ودور الثقافه في كل مدينه من اللي كتنعدم هاد المقاييس الفنيه والعلميه في بلادنا اش غادي يبقى؟ والو بالعكس كتبقى الانتهازيه واه والارتزاق والمحسوبيه وهذا الشيء كله على حساب الفن. سي احمد الفن راه تكفن وتدفن وما بقى غير عفن. بالحاج اسمح لي يا استاذ هاد خينا راه فوت ودابا غنخرجوا مع الباب. ايه اهدا ايه هو كاين دار ابوك ما تسيبو. يلا اتفضل يا بالحاج عبر على رايك خد حريتك. يلا سمعوني انتم. يلا انت ايش غني واش غني مع الاوداني تسمعيني اش غني اي حاجه. يلا اي حاجه ما تغني شعبي يا اخي شعبي. شعبي 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 العظمه. شكون؟ وانت اللي ملحنا فوس نوت. انا واللي كاتبها فوس نوت. أبلحك. كل شيء فوس نوت. انا المسيكينه انا المضيله انا اللي باعت الدولار كامل. الضيوف والشيوخ في التليفون. سوري. الو حبيبو حبيبي يا ابو حميد. ايوه سيري. ايوه انا المسيكينه أيوة حبيبي أنت سامع سامع الأغنية اللي تحبها؟ أيوة أنا المسكينة عاوز تسمعها؟ حتسمعها. أنا المسكينة أنا المظلمة أنا اللي باروني. شيخ أبو حميد شتي هذي اللي كتسمعها؟ أنا مرتي والله العظيم إلا مرتي بالله. جدو ابو عزيز يريد ليلى فسقي ترقص؟ حترقص على واحدة ونص. اوه على وكي شوفها هو عنده تليفون فيه تلفزيون. ناري ناري كرسي كرسي يلا
سنوات ماشي قليله وكنعرف نفسو هنا تغير هو تغير تغير كثير سولي سو شوف راه الا ما طلعش روح ما نعرف شنو رايك الغمقاوي والله انا واش كنت ما في مانع الله 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 تقضي معاه ليلتين ثلاثه الله عام الركلاب ومارشي بالعلاني خلينا نخدم بالحاج الحاج وهذا الحاج ادفع والله يا الغمقاوي تعجبني فيك الرجوله والشهامه المهم هو الدولار حيعجبوك قوي من الناحيه الدولاريه وهذا هو المهم بالنسبه لي علاش غادي ندير بها شايفين التضحيه مطربة عايدة قبلنا ما كنت شايف مع الركلاب ومارشي شايف ألو ما في مانع حبيبو جيب لي معك شوية دولار ما في كلينا في البيت لا ترافن تشيك لا فليز لخليك قولي له دولار بالراس الاخضر اسبيس نو ترافلرز تشيك اوكي دارين لا 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 انت سامع ليلى فسقي ما تحب ترافن تشيك ايوه مع السلامة حبيبو الله يعطيك العافية والعافية بغيت تشرف هذا هو يلا حتسمعوني أغنية أنا اللي حسمعكم مش أنتو مش الهرنطة دي هي بتهرنط أيوة أنا اللي حغني كرمتي تتوى قلت لك أنا اللي حغني امشوا معايا امشي معاهم حغني أغنية بحبها كتير شعبية شنو هي؟ العرى الحباب الله امشي معك يلا امشي معي امشي معي امشي معك يلا تعالوا هناك
اتفضل يا الغمقاوي. أيوه. في صحة المشروع الجديد. في صحة المشروع الجديد. شاخ. أنا معكم راسي تكلخ. يلا. من الآن أنا هو رمسيس. الدحصيس. سك إبليس. يا برشلة في قريسي يا أبو بريس. أشرب. هو كليرو. أشرب الغمقاوي. الليلة ليلتك. يا أبا نواس. قرشو تقي الدواز. قول لي. ما عيتيش. مناش من الشراب. لا كنعرف كبير. معلوم. من هاد التخلويط. دي هادي لهادا وصفر بهادي لهادا ووصل هادي على هادا. ما عيتيش من هاد التحرميات. انا عبد لالا الشيخ ابو حميد الهنكارية. انا كنت عبد عباس الدباح والحاج عبو الشمندر وعبد الرحمن الدهيبي. ودابا دابا انا عبد لالا الشيخ ابو حميد الهنكارية عبد الدولار. بوراس. عليك يا بوراس. قول لي الغمقاوي. اشنو هاد الضحيه؟ اش من رقم؟ اين ضحيه؟ ماشي انا. هاي والله الا ما بقيت عاقل. الدردب لك. اش نقول لك الوجع هذا؟ قول يا ليلى، ما عمر الغمقاوي ما قال لك باللي كنت واحد النهار مراته غير بالكاغت؟ كل ما كنعرف عليك هو كنتي مطربه. وسبق لي سمعت شي كاسيت ديالك. اما زواج الغمقاوي بيك او بالكاغت، هذيك هي اللي عمر ما قالها لي. انا راه غير صوفيت لا سيتياسيون. لا سيتياسيون ديال من؟ ديال من قضيتو عليا؟ ديال سيدك عباس الدباح. سرتيه باش ترضيه وخديتو عليا انا وخرجتي عليا وكليتو ليا فلوسي وذهبي. الشيخه عايده ياك ما سكرتي. انا ما بقيتش كنسكر. طلعي طلعي ترتاحي تجيو الضيوف. ما غادي نرتاح حتى غادي نعرك هنا. انا غادي نتعرى دابا. وانت وسيدك عباس الدباح. انا غادي يجي. حتى هو غادي يجي. غادي نفتحكم. الغمقاوي. اشنو؟ قول الحق. اشنو الحق؟ قول الحق. ياك بنتي امل بنت الحاج عباس الدباح. هو هي قلتي لي بنتك ماتت. لا ما ماتتش. بنتي مازال حيه. امل. نعم ماما. هيا باش تاخذ حقها وحق امها. امل اجي. ها بنتي هالامل هالمستقبل اللي ما بغيتوش يضيع بحال اللي ضيعتوني. قول الحق الغمقاوي. ياك بنتي امل مثل الحاج عباس الدباح. قول كل. هاد الشيء كله درتيه غير باش تعرفي بنتك باللي هي بنت الحاج عباس الدباح. ما كنتوش تجيو. ما كنتوش تجيو. لو كان استدعيتكم الحفره اللي قضيت فيها طرف كبير من حياتي ما كنتوش تجيو. لو كان ما استدعيتكمش لهاد الديكور المزيف ما كنتوش تجيو. انا ماشي الشيخه عايده. ماشي الشيخه عايده. انا العايده يا بنت الحاج عبد القادر المرواني. انا ما كنتش في الخارج. كنت منسيه مع المنسيين وهمش مع المهمشين. تما في قاع المدينه تما قررت باش نهي اللي كانوا سبب في نهايتي. تما قررت باش نعلن صوتي بلي انا وحده من المظلومات. تما قررت باش نصفيكم واحد بواحد. قول الحق. اش غنقول؟ قول. ياك بنتي امل بنت الحاج عباس الدباح. قول. الغمقاوي خلص ضميرك وتكلم. يا هاد مسخوط الوالدين قولوش امل بنت الحاج عباس الدباح. قول. امل بنت الحاج عباس الدباح. انتم ياك سمعتي يا بنتي ما كذبتش عليك. ياك شاهدين. انا شاهدته. شاهدين. دابا دابا الغمقاوي ضميرك مرتاح. يمكن لك تموت. يموت؟ نعم غادي يموت لاني عملت له السم. السم في الكاس الشراب. الشراب اللي خرجوا عليه غادي يموت والدي. بي غادي يموت. عيديه شنو هادشي عملتي؟ خسرتي الخطه اللي كنا متفقين عليها العيديه. وهذه جريمه جنائيه وغادي يعاقبك عليها القانون. ما كيهمنيش كيف ما كان نوع الحكم اللي غتحكم عليا به العداله. ما غاديش يكون اقصى من الحكم اللي حكم عليا به هو الدباح.
ذبحوني ضيعتيني يا ماما حرام عليك. لا لا بنتي ما تضيعيش، ما تنحرفيش، عندك تضيعي يا بنتي. كملي دراستك، كملي دراستك يا بنتي. وسال احمد خليك في جنبها، راه ما عندها حد من غيرك، ما عندها حد من غيرك، ما عندها حد من غيرك. عيدية واش داكشي بصح عاود المطربة عايدة دابا؟ انت قول لي فايت فيك الزواج وكتقول لي سيليماتير. الغمقاوي نوض جاوبني، الغمقاوي الغمقاوي ناري امي امتي الغمقاوي مات، امي امتي الغمقاوي مات، ناري امي امتي خذا لي ورتي واش راه برك ما ودارها في سنيتو وقال لي غير طلع لي اكبر مطربة. ما عرفتو كنجوج بيا بالكاريط ولا كنغمق عليا حتى انا. خويا بالحاج سي بالحاج والله ما كرهتو، والله العظيم ولا لا لا حدا بالحاج نعذر معاه. شو 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 ليك انت شاهد اخويا؟ علاش شاهد؟ علاش بلي غمقاوي كنجوج بيا وانا مجوجه بيه، وانا مجوجه بيه ومجوج بيا ياك شاهد؟ ما شاهد ما كنعرفك ما نعرفوك. اشنو واش دخلت لي كاريط في البوت؟ اشنو؟ ناري رصحي مشى، فلوسي مشى، الغمقاوي عطيني فلوسي، فين عطيني ورتي؟ مشى الدار، مشات الشهرة، مشاو الفلوس، ضيعتيني يا الغمقاوي ضيعتيني. عيدية بقى وبقى ما نمسيش شوية الأرس واحد وبقى ما نمسيش، أنا جاي معطل. أهلا أهلا سي أحمد، هذه فرصة سعيدة، نهار كبير هذا. إيه سي أحمد في الأيام، يا سلام، الله يرحم الوالد، ربك هو اللي قرانا، هو اللي عاوننا، هو اللي ساعدنا باش صوبنا وضعيتنا. ولكن انا غادي نخفف لك كل شيء، تعذبتي يا احمد بزاف، تكرفستي، الحبس خرج من الحبس، دخل الحبس، دخل الحبس، بارك بارك وعيش لينا شويه سي احمد. كيدار لي راه تكلمت معك العيديه وفهمت كل شيء، المطبعه موجوده، الجريده موجوده، الكاغيط موجود، الفيلا موجودة، السيارة موجودة، وخمسة النوادي رهنا إشارتك. بارك حاجة الواحد اللي غدير تقبط لي مع عباد الله، غير أنا أعطيني التسع، أعطيني التسع السي أحمد، إلا ما تقبط لي أنا راك عارف كل شيء تفك الله عليك. أصيل عيدي الله يحفظك، ما عندي مساكم، بدليش فيها حالتكم، الله يشعل البركة. فين هو الخطيب؟ أو الخطيب ضربه بسكرك من الوقت ولا؟ الغمقاوي في بيتي سكران؟ الغمقاوي ما سكرانش الدباح. ما سكرانش؟ الغمقاوي ميت. ميت؟ وأنا اللي قتلته. ولو كان جيتي غير شي شويه قبل حتى انت كنتي غتكون في خبر كان. عيديا كنتي طويتي عليا صفحه، دفنتيني، هانا نبعث لك من جديد، ارى ما عندك. عيديا واش بغيت تعاود ترجعي 36؟ اللي غادي يمشي ل 36 هاد المره هو انت. سي احمد. نعم ياك ما عيديا فوتت شويه ثاني هاد الليله. عفا الله. الحمد لله. الحقيقة اللي خصك تعرف هاد الدباح. نعم السي أحمد تفضل. السي أحمد عبر على رأيك، عبر على رأيك السي أحمد، عبر على رأيك. راه الغمقاوي قبل ما يموت اعترف قدامنا جميع باللي انت هو الأب الشرعي لبنتك أمل.
بنتي أمل؟ ياك ما السي أحمد تقرقب تا هو الليل. سي أحمد هادي راه ماشي أمل، هادي فتيحة خت العيدية. لا الكامبو، هاديك راه بنتك أمل اللي جالس كتغزل فيها نعوض الله وعليك. هاديك راه لعبة درتها لي باش ناخذ الساروت ديال هاد الدار. هاد الدار اللي خرجتي على شحال وحدة فيها، فيها غادي تفضح، فيها غادي تشوه. وهاديك مدام اللي كتشبع داك الترفيق راني عيطت لها هي جايه دابا. راه ما عندك باغي دير حمله انتخابيه وانا غندير لك حمله قبل منها، غندير لك شوهه. قولي لي هادي مؤامره صغيره صوبتو عليها ياك. غادي تولي كبيره نيت مساكين. الحصيله السي احمد راه ما خلقتي غير الحبس وصافي. ما باغيش تغير السي احمد، نزلت راس مال هاد الملايير وانت داير راس مال القلم. هذاك القلم غادي تاكلو في السيلون. انا غادي نصيفط على الفرغوني تجي تدي السي احمد ومراتو. عيط، هادشي اللي بغينا. عيط اتباح، راه ما يمكن لكش تهرب من الحقيقه. واش كتهديني؟ ها واش كتهدديني ولا؟ معلوم كنهدك. راني ما كنعرفكش وما كنعرفش بنتك ولا غيرها. با با انا امال، انا بنتك با. بعدي مني وين الفضيحه هادي؟ واش ماشي حرام عليك با؟ ماشي حرام عليك تخلي ماما تعذب عليا سنين كلها وحدها؟ ماشي حرام عليك تخليني نعيش وسط هذا المجتمع اللي ما كيرحمش باسم بنت الحرام؟ وصلك رجليك با، اعترف بيا، اعترف بيا، اعترف بيا، اعترف بيا. باغي تقتلها، باغي تقتلها يا المجرم. شنو مجرم قدك انتي وهداك وجه الحبس؟ قول لي وجدتوا لي مؤامره باش تسوهوا السمعة ديالي في الوقت اللي أنا في حملة انتخابية، باغي تقضيو لي على المستقبل ديالي السياسي والصناعي والاجتماعي والرياضي. أنا الحاج عباس الدباح، أنا غادي نجمع سكان العمارة كاملين وغادي نكتب لهم البارتمات في سميتهم وغادي يشهدوا كلهم باللي نتوما قتلتوا الغمقاوي وجبتوه وطلعتوه وعملتوه هنا في بيتي ووجدتوا هاد القضيه باش تهموني. انا غادي نعيط على البوليس الان. عيط عيط الدباح، راه قلت لك ما يمكن لك تهرب من الحقيقه. ولكن قبل ما غادي نعيط على البوليس اتصل به. لا ما ينفعش فكر. غادي نتصل ب... تهوى ليا ما ترى ما بقى شيء. غادي نتصل ب... الدباح تهوى راه كيقلب لما على من يتصل. راه ما غادي نفعك حتى واحد الدباح. غادي نتصل راه حتى واحد ما غادي ينفعك الدباح الا الحقيقه. كتهدديني؟ هادشي غتقولو قدام العداله. انا الحاج عباس الدباح، يدي قية، وكيف ما كان نوع اليد اللي غادي تحاربني فيد عباس اقوى منها. العدالة فوق كلمتك ويد الله فوق الجميع.
شكرا جمهورنا الكريم، قدم لكم مسرح البدوي مسرحية مطربة الحي. مطربة الحي كتبها للمسرح الأستاذ عبد القادر البدوي. أخرج المسرحية للمسرح الأستاذ الأخ عبد الرزاق البدوي. شارك مسرحية مطربة الحي المحافظة العامة طموح أحمد. جنتي عبد اللطيف. وشارك في أدوار مسرحية مطربة الحي إبراهيم بوبكري. عبد القادر عيزون. مليكة الرويس. كريمة البدوي. حسناء البدوي. محسن عبد القادر البدوي. مع عبد الله خليفة. بطولة مسرحية مطربة الحي الممثلة المقتدرة نعيمة إلياس. إخراج التلفزي للفنان حسن. بمشاركة الجمهور الحاضر معنا هنا، جمهور مسرح البدوي.